ولحسن الحظ احنا عندنا حجر اقدم وما يقلش اي اهميه عن حجر رشيد، اسمه مرسوم كانوف وموجود بالمتحف المصري بالتحرير. عندنا حجر شبه حجر رشيد اسمه مرسوم كانوف، موجود عندنا هنا في المتحف المصري وبنتقسم نفس التقسيمة اللي موجودة في حجر رشيد. هنلاقي ان هو الجزء الفوق ملتزم بالخط الهيروغليفي اللي هو الخط الرسمي في مصر القديمة، بعديه على طول الخط الديموطيقي، بعد كده الخط اليوناني.